السلام عليكم جميعا، سلامي لكل إنسان بشاهد قناة سلي ولكل إنسان بهذا العالم، خصوصا بالعالم العربي. سلامي لكم كليتكم. وأنا اليوم بدي أعطيكم وصفة تقوي جهاز المناعة عندكم بالنسبة لهذا الكورونا فيروس، لأنه هذا الكورونا فيروس صار معروف بكل العالم. وهذا الكورونا فيروس بصيب الإنسان اللي بيكون ما عنده مناعة قوية. ونصيحة مني كمان، لازم نحن عاداتنا العربية نتركها شوي إسا، بس نشوف بعضنا، ما نسلم على بعضنا بأيدينا، ما نبوس بعضنا وإلى آخره. بالوقت الحاضر مش لازم نعملها لهيدي الشغلة هيدي عن جد، لأنه هيدي مش منيحة كتير. يمكن إنسان بيكون معه هيدا الكورونا وصل كل الناس معه هيدا الكورونا، يعني الإنسان بيعد الإنسان الآخر. نحن هون بأوروبا هون بيقولوا هون إن الواحد لازم يغسل ده بالصابون 30 ثانية، يغسل إيديه. وهدول تغسيل الأيدين 30 ثانية وقت كبير، ولكن لازم تعملوها لهيدا تغسلوا إليكم بالصابون. الوصفة نحنا اللي عنا موجودة هون وصفة عن جد كتير منيحة، وأنا خصوصا سالي بتناولها أنا يوميا، لأنه هذه الوصفة بتحمي بتسخن جسم الإنسان من الداخل. إذا الواحد لا سمح الله بيكون معه هيدا الفيروس كورونا، هيدا بتقتله هيدا الحرارة الجسم من الداخل. هذا الواحد بده يعمله، وهذا لازم تشربوه يوميا قبل النوم. تشربوه يوميا قبل النوم يا حبيبتي عن جد. انا بعتز بكل واحد بشوف قناة سالي وبكل مشارك بقناة سالي، وانا بدي اعطي دائما النصيحة المنيحة لكل واحد، لكل انسان بهذا العالم. رح بلش انا وياكم نعمل هذا المشروب وفرجيكم على كيف نحن بنعمله. لهيدا المشروب منا ماي سخنة. انا هون عملت هون مي سخنة، بنحطها هون المي السخنة. نصيحة مني اشربوها لهيدي، بتقوي جهاز المناعة عندكم كتير كتير. منا إلا لهيدي حامضة ليمون أو حامض اسمه عندكم حامض. أنا بحط فيها بكل صراحة لهيدي نص لتر، بحط فيها ليمونة كاملة، بعصرها وبحطها فيها. هيدي بارك الله فيكم، انا بحط فيها حص ثوم، شايفين حص الثوم، بحطه بهيدي هون وبحطه هون فيها هون جوا. اول مرة هذه بس بدكم تشربوها رح تلاقوا طعمتها مش كتير منيحة، ولكن بتتعودوا عليها، لانه كل دواء الانسان بياخده بتعرفوا انتو بيكون مر، طعمته مرة. منخلصه بس هادول منحط لهم خل التفاح، خل التفاح منحط هون بالفنجان هيدا خل التفاح، شايفين؟ اسم منحط هون زنجبيل، اسمه عندكم زنجبيل، منحط زنجبيل هون. فيكم تجيبوا زنجبيل طازة، انا عندي هون زنجبيل مطحون. هون بس بتحطوا فيها الكركم، الكركم بتحطوا فيها شوية كركم، وحتيلي سرقوط الكركم قوية اكتر كتير الكركمين، بتحطوا فيها بهار اسود مطحون، شوية بهار اسود مطحون، بتخلطون هدول مع بعض. بس بتحطوا فوقهم قرفة، قرفة ناعمة، قرفة شوية قرفة ناعمة، بتعرفوا انتو القرفة هيدي كمان قوية كتير. بتخلطوهم بعدين بتحطوا فوقهم حسب الرغبة عسل، عسل بتحطوهم هون فوقهم، بتحركوهم. سو نحن هسه هون خلصناهم،
إذا بتحطوا عليهم بتسكروهم بالصحن من فوق، بتخلوا هذا المشروب حوالي 5 دقايق حتى يخلط الكليف مع بعض، وبتجي قوة المكونات اللي نحن حطيناها بصير بها المشروب هيدا. والخمس دقايق إسا خلصوا، نحن إسا أنا رح أشربه لهيدا قدامكم، أشرب منه وبتناموا بتشربوه سخم، طعمته كتير منيحة لأنه العسل هذا اللي نحن حطيناه فيه. أشربوه وبتمنى منكم أنكم تجربوا، والله جربوا لهيدا، وهيدا اقتصادي ورح يقوي جهاز المناعة عندكم. بتمنى منكم لكل واحد شعب عربي تحت هونيك الصحة والعافية، وانتبهوا على حالكم، ما سلموا على حالكم كتير، سلموا على حالكم بالكلمات وما تبوسوا كتير بعضكم. وهيدا مشروب العافية لكل واحد بقوي جهاز المناعة، وبتمنى انه تشربوه هيدا. واذا هيدي القناة سليو عجبتكم بتمنى المشاركة منكم حتى لي انا اعطيكم بعض وصفات اكتر. الله معكم ومع السلامة. انا رح اشرب هيدا كليته وروح نام. الله معكم، مع السلامة يا حبيبتي.